أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، موضحة أن الخطوات التصحيحية بدأت تؤتي ثمارها بما ينعكس في تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024. وأشارت الحكومة إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش وموديز وستاندرد أند بود بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة و 4.6% في السنة المالية 2025-2026. أعلنت الحكومة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة بأن تلك الصادرات بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية العالمية بما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير مع ترقب المتداولين لأي إشارات على زيادة الطلب خلال فصل الصيف لدعم الأسعار رغم وجود المعروض من في السوق بهدف إضعاف المكاسب. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 2.2% إلى 4.89% دولار للبرميل، وانخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.2% إلى 8.18% دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى 2.51 دولار للتر. هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.22% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت مبادرة البيانات المشتركة أن صادرات السعودية من النفط الخام قد تراجعت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في أبريل من 6.4 مليون برميل يوميا في مارس. وأضافت المبادرة أن استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية هبط بنحو 150 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.5 مليون برميل في أبريل. وتقدم السعودية وهي أكبر مصدر النفط الخام في العالم وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو بأقل من المتوقع، إذ أثر انخفاض أسعار البنزين على إيرادات المحطات. وأكدت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 1.1% الشهر الماضي بعد أن كان خبراء اقتصاد قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3%. اختتم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ زيارة استمرت لمدة 4 أيام لأستراليا بزيارة مصفاة الليثيوم تديرها الصين غرب البلاد، وذلك في مؤشر على اهتمام بلاده بالمعادن الثمينة الأسترالية الضرورية للسيارات الكهربائية. وتستخرج أستراليا 52% من الليثيوم في العالم، ويتم تصدير معظمه كخام إلى الصين لتكريره واستخدامه بشكل خاص في بطاريات السيارات الكهربائية. أفاد معهد الأبحاث الاقتصادية في برلين أن تنامي ثقة المستثمرين الألمان في يونيو قد صعد بقدر ضئيل في مؤشر المعنويات الاقتصادية الذي جاء أقل من المتوقع. وارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 47.5 نقطة من 47.1 نقطة في مايو، في حين انخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل طفيف إلى سالب 73.8 نقطة من سالب 72.3 نقطة في الشهر السابق.
أكد اتحاد صناعات الطاقة الشمسية في ألمانيا أن تركيب ألواح الطاقة الشمسية في البلاد قد ارتفع بنسبة 35% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مدعوماً بارتفاع الطلب الصناعي والتجاري والخلايا الكهروضوئية التي تثبت على الأرض. وقدمت برلين عدة تشريعات لتسريع التوسع في الطاقة الشمسية في إطار خطتها لتغطية 80% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. أظهرت دراسة أجرتها شركة معنية بالشحن البحري الآلي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن قد يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون لقطاع الشحن التجاري العالمي بحوالي 47 مليون طن سنوياً. وينتج الشحن البحري الذي يستخدم في نقل حوالي 90% من التجارة العالمية حوالي 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة في حال عدم تنفيذ تدابير أشد صرامة لمكافحة التلوث. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما سحر وحكمة. شروق عماد الدين، شكرا جزيلا لك.